مكانك الحقيقي يا صديقي يا رفيقي ليس في المدينة إنما هناك في الأدغال. هيا بنا لنسافر ونهاجر ونغامر، نقطع السهول والوديان، نصعد الجبال. ضوضاء السيارات في الطرقات والشوارع وسحائب الدخان من مداخن المصانع، ليس المكان الرائع المناسب فزارع لتحيا في مكانك الطبيعي في الأدغال. مكانك الحقيقي يا صديقي يا رفيقي ليس في المدينة إنما هناك في الأدغال. هيا بنا لنسافر ونهاجر ونغامر، نقطع السهول والوديان، نصعد الجبال. حتى تحقق الأحلام واجه المصاعب وتحدى ذاك النمير المشرد المشاغب. لا ترجعن خطوة للخلف يا محارب، فمكانك الطبيعي يا صديقي في الأدغال. أيها المستمعون الكرام، نود أن نذكركم أن موعد زيارة حديقتنا يقترب. قوموا بزيارتنا واستمتعوا. فيما نصل بقي دقيقة واحدة. الطبيعة البرية، ساعة البرية، أخيرا. تلسكوب، صحيح، أنا بحاجة لواحد، أحتاج تلسكوب، سأجده. ليس هذا ولا هذا ولا هذا. لا 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 لا. نعم، كيف وصل إلى هنا؟ أين يمكن أن أجد تلسكوبا؟ لقد فزت. حسنا حسنا حسنا، كفى كفى، سوف استيقظ، كفى. حسنا، انا استسلم، هيا. حان وقت الاستيقاظ. صحيح، يوم جديد قد بدأ، قم ببعض التمارين. أشعر بأنني أفضل، أنا المستكشف المشهور، والآن أنا بحاجة تلسكوب، ولكن من أين لي يا ترى أن أجد واحدا؟ ها هو، إنه التلسكوب، يجب أن أحصل عليه. هيا، لماذا يجب علي أن أتعامل مع كل هؤلاء الزوار في كل يوم؟ أريد أن أخبر معتديني. سأريكم شيئا، لقد كنت أتمرن في الآونة الأخيرة، انظروا إلي. انظروا إلي، أنا ماهر. يا له من تلسكوب رائع. لماذا أنت هنا؟ ألعب معك. تلعب معي؟
ما الذي تنظر إليه؟ تلسكوب. إنه شيء جميل. تلسكوب جميل جدا. ابتعد عنه، إنه لي، أنا من وجده أولا. محال، في البرية من يجد الشيء أولا يأخذه له. أنت في حديقة الحيوان ولست في البرية. من يهتم؟ خذوا إن استطعت. بالطبع سأفعل، إنه لي. عد إلى هنا. توقف، عد. تعبت ولكنني سأمسكه بك. مستحيل، أمسكني إن استطعت. ترى الآن سأتغلب عليه. انزل انزل. لما تحتاج التلسكوب؟ قل لي أين ستذهب به. اسكت، هذا ليس من شأنك. أنا أنوي الذهاب للبرية للاستكشاف وأحتاج للتلسكوب من أجل ذلك. ما المضحك في الأمر؟ هذا المكان ممتعا جدا، كيف ستتركه؟ لا أصدق أنك ستذهب إلى البرية. أنا متلهف لأذهب للعالم الخارجي. ستصادف الكثير من المخاطر. لا يهمني، أنا هل تتخيل أن تكون سجينا هنا منذ أول يوم من أيام حياتك؟ أظن بأن ذلك مريع. بسمة بسمة كلمة ورسمة، هيا بنا للبسمة، بسمة لضحكة في رسمة، بسمة جواحة مبتسمة، بسمة خيالها يأخذنا في نزهة كالنسمة، هيا بنا للبسمة. بسمة كلمة ورسمة. دخان أسود جعلنا نترك أعشاشنا، وطيور كثيرة ماتت. ما الذي يحدث هنا؟ مشكلة كبيرة. اذهب من هنا، هيا أيها الصغير، دعنا نعمل الآن. توقف يا أصدقاء، أنتم سوف تقومون بتعطيل المصنع. اشرح لنا الخطة يا ماهر. خذوا البرنامج التالي. كل هذا الذي يحدث معنا هو بسبب الإنسان. هيا بنا للبسمة، بسمة لضحكة في رسمة، بسمة جواحة مبتسمة، بسمة خيالها يأخذنا في نزهة كالنسمة، هيا بنا للبسمة. بسمة كلمة ورسمة. هيا بنا للبسمة. بسمة كلمة ورسمة. لا تقلق. سأساعدك. سأساعدك في الحصول على التلسكوب. حقا؟ بالطبع، نحن بالفعل أصدقاء، وعلينا أن ننتظر إلى حلول الليل. هي فلتعش الصداقة، عندما أحصل على التلسكوب سيكون بوسع البدء باستكشاف العالم الخارجي. هذا هو المخرج؟ نعم، يقود النفق إلى خارج بيت باندا. حسنا، سأذهب أنا أولا. لا تلسكوبي، ارجع. تلسكوبي ها هو. كما قلت الأمر سهل للغاية. نعم نعم. ما هذا الصوت الذي يصدر من الداخل؟ ماذا تقول؟ الوضع خطير. لا تقلق سأحميك، لنذهب هيا.
هيا بنا. انتظر، لا تتركني وحدي. الجو مظلم جدا هنا. مرحبا، أيوجد أحد هنا؟ هيا استمعت عليك، بابو لنعود إلى البيت. هيا دعنا نعرف على الأقل ما هو هذا الصوت. حسنا. من أنتم محاربون؟ أهلا وسهلا بكم في مقاطعة النمر. النمر إنه الحيوان الأكثر شرافة في البرية، من الأفضل أن نعود إلى البيت يا بامبو. أرجوك. ماذا قلت؟ نمر في البرية؟ هذا رائع. انتظر، ما الذي تفعله؟ عد إلى هنا يا بامبو. أهلا بك أيها النمر، أنا سعيد بمقابلتك. ماذا؟ فريسة متطوعة رائعة. يا لها من فرصة ثمينة. أيها النمر، لدي بعض الأسئلة. أتوجد نمور أخرى في البرية؟ كيف تخزن طعامك؟ ومن أين تحصل على الماء؟ أخبرني رجاء أيها النمر. وأيضا أريد أن أسألك سؤالا آخر إذا سمحت. حسنا لنرى، عادة نحن النمور لماذا يتوجب علي أن أجيب على هذه الأسئلة السخيفة على وقت العشاء مع الفريسة؟ النجدة! لا، الباب مغلق. يا إلهي، قضي علينا، ما زلت صغيرا كي أبترس. لا مهرب أمامكما، تعال الآن إلى معيدتي. يكفي هربا، لن أنتظر أكثر من هذا. أنا خائفة. كيف وصل بامبو إلى قفص النمر؟ الحمد لله. مكانك الحقيقي يا صديقي يا رفيقي ليس في المدينة إنما هناك في الأدغال. هيا بنا لنسافر ونهاجر ونغامر، نقطع السهول والوديان، نصعد الجبال. ضوضاء السيارات في الطرقات والشوارع وسحائب الدخان من مداخن المصانع، ليس المكان الرائع المناسب فزارع لتحيا في مكانك الطبيعي في الأدغال. مكانك الحقيقي يا صديقي يا رفيقي ليس في المدينة إنما هناك في الأدغال.